وصل اليقين عند السيدة مريم إلى منتهى، يقين لو تهتز الأرض كلها بمن عليها لا يمكن أن يهتز يقينها. وعندما يصل الإنسان إلى هذه الحال تهون عليه الدنيا بمن فيها، ويرخص كل غال في ذات الله عز وجل ومن أجل مرضاته سبحانه وتعالى. أرأيتم طفلا يتكلم وهو في مهده؟ أنى له أن يتكلم وهو لا يعقل شيئا، ولكن الله جل وعلا الذي أنطق 3 أطفال في المهد هو الذي أنطقه. فقد ورد في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا 3، يعني في الطفولة والصبا ما تكلم إلا 3 أطفال أنطقهم الله الذي أنطق كل شيء. ومن بين هؤلاء سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام. لقد أدركت مريم أنها أمام معجزة كبرى، فابنها الرضيع يكلمها بلسان مبين. أمرها المسيح أن تهز إليها جذع النخلة، أن تميلها إليها ليتساقط عليها الرطب الجني. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. لقد أوجد الله تعالى لمريم عدة آيات خارقة بدون جهد منها، منذ أن كانت متبتلة في المحراب حيث أتاها الرزق المنوع، إلى أن أنبع الله لها سري الماء وأثمر لها النخلة بالرطب. لكن المسيح هنا يأمرها بهز جذع النخلة، فلماذا؟ كانت مريم ضعيفة البدن واهية القوى، وهي للتو وضعت ابنها، وجسم النفساء يكون ضعيفا، فكيف تؤمر بهز جذع النخلة وهي على هذه الحال؟ وجذع النخلة عريض سميك، لا تقدر مجموعة رجال أقوياء على هزه وتحريكه، فكيف بامرأة وهي على هذه الحال؟ أقول لقد كان الله تعالى قادرا على إنزال الرطب عليها بدون جهد ولا حركة منها، ولكنه أراد أن تتحرك هي بحركة مادية خفيفة، وأن تلمس جذع النخلة بيديها، والباقي ليس عليها بل على الله. لقد أمرها الله بهز جذع النخلة لتأخذ بالأسباب، حيث رتب تساقط الرطب على هزها جذع النخلة. وهذا درس إيماني عقدي لها لتربط بين التوكل على الله وبين الأخذ بالأسباب. بعدما أمر عيسى عليه السلام أمه مريم أن تهز إليها جذع النخلة، أمرها أن تأكل وتشرب. فكلي واشربي وقري عينا. أماه، كلي من الرطب الجني الناضج الطيب الذي تساقط عليك الآن، اشربي من الجدول السري الذي أجراه الله تعالى تحتك، ولا تخشي جوعا ولا عطشا، وقري عينا. طيبي نفسا، افرحي ولا تحزني بولادتك لي. أماه، تغلبي على التوتر، تغلبي على الانفعال، تغلبي على القلق، تغلبي على الخوف. نعم، تغلبي على الخوف. سبحان الله، قبل لحظات يسيرة كانت مريم عليها السلام تنادي، تقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وإذا بها بمجرد مخاطبة وليدها لها قد رأت من علامات عناية الله تعالى بها وحفظه لها، وهي تعيش في ظلال معجزته. فها هي تأكل الرطب وتشرب الماء من السري، وتأنس برؤية وليدها، وتسعد بمخاطبته لها. وبهذا عاشت مريم عليها السلام حالة من النفسية العالية
من التألق، من قرارة النفس، من الرضا، من السرور، السعادة، الطمأنينة، وانعكس ذلك كله على كيانها بعد ذلك. ونلحظ هنا أن الحق تبارك وتعالى عند إيجاد القوت لمريم جاء بالماء أولا فقال: قد جعل ربك تحتك سريا، ثم أتى بالطعام فقال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. لأن الماء أولى من الطعام في احتياج الإنسان، أما عند الأمر بالانتفاع قال سبحانه وتعالى: فكلي واشربي، فبدأ بالطعام قبل الشراب. لماذا؟ لأن الإنسان عادة يأكل أولا ثم يشرب، فالماء مع أهميته، إلا أنه يأتي في العادة بعد الطعام، فسبحان من هذا كلامه. وقوله تعالى: وقري عينا، بعد أن وفر لها الحق سبحانه وتعالى الطعام والشراب الذي هو قوام المادة، لكن يبقى لديها حزن عميق وألم وحيرة مما هي فيه. لذلك ربها تبارك وتعالى بعد القوت الذي هو قوام المادة يعطيها السكينة والطمأنينة، ويخفف عنها ألم النفس وحيرة الفؤاد. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهكذا أرشد المولود عيسى أمه إلى التصرف السليم السريع، وهي ما تزال تحت النخلة، ألا تحزن ولتقر عينا وتهز إليها بجذع النخلة وتأكل من الرطب الجني وتشرب من ماء السري. قال عيسى لأمه: اذهبي إلى أهلك وأنت تحمليني، فإذا شاهدت أحدا من البشر سواء كان من أهلك أو من غيرهم واستغرب منك لأنك تحملين بين يديك ولدا مولودا، وسألك عن سر الأمر فلا تجيبيه ولا تكلميه، وإنما أعطيه إشارة يفهم منها أنك صائمة عن الكلام وناذرة ألا تكلمي أي إنسان، وأحيل علي الكلام فأنا الذي سوف أنطق. هذا هو المعنى المفهوم من هذه الجملة الشرطية القرآنية: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهنا مسألة اعترض عليها بعض الذين يعترضون على القرآن، فقالوا: كيف يأمرها بالصوم عن الكلام وفي نفس الوقت يأمرها بأن تقول إني نذرت للرحمن صوما؟ فنقول أنه يجوز أن العذراء مريم قالت هذه العبارة أولا لأول بشر رأته، ليتم بذلك إعلان صومها ثم انقطعت عن الكلام. ويجوز أن يكون المراد بالكلام هنا الإشارة، والدلالة بالإشارات أقوى الدلالات وأعمها، فإن اختلفت اللغات بين البشر فإن لغة الإشارة تظل لغة عامة يتفق عليها الجميع. فمعنى فقولي أي أشيري لمن يسألك إشارات باليد أو غيرها، يفهم منها أنك صائمة عن الكلام، ممتنعة عن مخاطبة الناس. فكانت الإشارة بمنزلة القول لأنها تسد مسد القول وتفهم المراد للشخص المقابل، فكأنها قول خارج من الفم. لقد أمر المسيح أمه بالنذر بالصوم، والنذر هو قربة وعبادة يتقرب بها الناذر إلى الله جل وعلا بأداء المنذور. وذكر النذر في قصة مريم عليها السلام دليل على أنه كان عبادة يعرفها المؤمنون السابقون، وهم إلى الله تعالى بها يتقربون. اعتبرت الآية الصمت والامتناع عن الكلام صوما، لأنه إمساك
إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصمت وعدم الكلام صوم، لأن معنى الصوم الإمساك عن الفعل، أمسك عن الطعام أو عن الكلام أو عن المشي. قال العلماء إن بني إسرائيل كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام، فعلى مريم أن تشير لكل من يسألها أنها صائمة عن الكلام، ولذلك لا تكلم أحدا من البشر. فلن أكلم اليوم إنسيا. قد جعل الله سبحانه وتعالى صوم مريم وصمتها عن الكلام آية لها ودليلا على براءتها وطهارتها. فبينما هي صامتة عن الكلام وهي القادرة عليه، فقد أنطق الله سبحانه وتعالى وليدها عيسى عليه السلام الذي لم تمضي على ولادته إلا فترة يسيرة، ويستحيل على المواليد مثله أن ينطقوا ويتكلموا في مألوف البشر. وهذا يذكرنا بالآية المعجزة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لزوج أختها زكريا عليه السلام عندما بشرته الملائكة بابنه يحيى عليه السلام، حيث كانت آيته الصوم عن الكلام إذا واجه الناس، بحيث يستخدم الإشارة. والفرق بين صوم مريم وصمت زكريا أن صمت زكريا كان لا إراديا، حيث كان الله سبحانه وتعالى يمسك لسانه عن الكلام إذا واجه الناس فلا تخرج الكلمات منه. أما صوم مريم عن الكلام فكان صوما إراديا اختياريا، فهي صامتة لأنها نذرت بإرادتها لربها صوما، وكلاهما صمت وامتناع عن الكلام، وكلاهما كان آية لصاحبه، لزكريا عليه السلام ولمريم عليها السلام. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وهنا يطرح سؤال، ما دام أن مريم عليها السلام صامت عن الكلام، هل يجوز للمرء أن يتعبد لله تعالى بالصوم عن الكلام كما يصوم عن الطعام والشراب قربة إلى الله، يصوم عن الكلام كما صامت السيدة مريم عن الكلام؟ الجواب أن الله جل في علاه هو الذي أمر مريم بذلك لحكمة يريدها، وجعل الصوم عن الكلام لها آية وعلامة. ولم يرد في الإسلام أن يتعبد المرء بهذا النوع من الصيام أن يسكت عن الكلام تقربا إلى الله تعالى، كلا، وقد أنكر الصحابة والتابعون على من فعل ذلك. روى الطبراني أنه دخل على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجلان، فسلم أحدهما قال السلام عليكم ولم يسلم الآخر، فقال له ابن مسعود ما شأنك؟ فقال أصحابه حلف ألا يكلم الناس اليوم. فقال ابن مسعود كلم الناس، سلم عليهم، فإن تلك المرأة، يعني السيدة مريم عليها السلام، فإن تلك المرأة علمت أن أحدا لا يصدقها أنها حملت من غير زوج، ليكون عذرا لها إذا سئلت أمرت بالسكوت ليتكلم الغلام. أخذت مريم عليها السلام بإرشادات ولدها عيسى، فأكلت من الرطب وشربت من الماء،
وبعدها رجعت لها قوتها فلم تجلس في مكانها، إنما حملت ابنها معها وتوجهت به إلى أهلها. حباها ربها قلبا نقيا وذكرا في ذرى التقوى عليا ونالت مريم الأفضل لما حباها الله مولودا زكيا حمام القدس مشتاق. أتت مريم عليها السلام من مكان بعيد إلى أمة أولعت بتشويه الصالحين، أمة عرفت بجرأتها التي طالت حتى على الأنبياء والمرسلين، قوم يسبق شرهم خيرهم، قوم قد ساءت طويتهم وخبثت نفوسهم إلا من رحم الله منهم، فأتت به قومها تحمله. مشت مريم عليها السلام محتضنة عيسى عليه السلام بخطى واثقة وقلب يفيض بالإيمان. جاءت إليهم مريم عليها السلام بجسد يمشي على الأرض وروح تحوم حول العرش. مشت مريم وقد تلاشى خوفها وأصبح الناس أمامها كالذباب. مشت مريم بجلال وعظمة وهي على يقين تام أنها بين يدي ربها وباريها. وصلت مريم إلى قومها بعد تلك الغيبة تحمل مولودها بين يديها ملفوفا بخرقة، وما أن رآها القوم كذلك كانت الدهشة والمفاجأة لهم، حتى تجمعوا عليها وباشروها بالاتهام حتى قبل أن يسألوها. هذا الموقف من بني إسرائيل يدل على دقة معرفة السيدة مريم بهم وصحة خوفها مما قد يأتي منهم. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي شيئا عظيما منكرا، فكيف تمت هذه المواجهة بين مريم وبين قومها؟